اعطينا اقتراح جديد. الو اهلا وسهلا. عشان معكم مستمع وفي بربي. مرحبا سيد المستمع. قلت ما تحبش تقول على اسمك باسم مجهول انت تو. لا ما نحبش. يبدا بالجع ويوفي بالفر. جعفورة اهلا وسهلا. صباح النور جعفور. تقول على اسمي امان. امان امان امان. باهي اوكي نحترم الخصوصيه نتاعك. غطي وجهك مش ما يعقلوكش. عندك قالوا لي امتعاض من اللي صار من الفقره اللي قدمها رافع في بلاصه الشيف. امتعاض كبير برشا. انا اختي تفضل نسمع فيكم ديما. مرحبا خويا. بكم اهم برنامج من اهم البرامج اللي تعطيها. شكرا اللي حطيتها في التوب البرامج. ميرسي. الرابعه والخامسه بالنسبه لي انا ترتيبي انا. باهي اعطينا ترتيب. بربي ما نقولها لعشق. تفضل تفضل خذ راحتك احنا راديو نحافظوا على المعطيات الشخصيه. انا رضا اما مانيش راضي على المردود. مردود شكون حدد لنا لو تسمع لو فما جراه سيد المستمع قول لنا. ديجا ما اسموش راضي ولا حاجه. زميلكم اللي معك. شبيه. نسمع في رفع ولد بالذات تحس الهمبرجر وتحس كان يبني في دروج ولا يعمل في الدربوز. انا حبيت والله بصدفه اختي اي يتبع في رفع ولد بالذات مغروم بها على الاخر به يبني بالفريت. المربى ديما موجوده سيد المستمع ويعوض بالسيمين بالمايونيز معروف. حوالي نسمع 3 متر على كل كعبه فريت معناتها فما خلط فما موجود منه. هذه ملاحظة ويجب تقبلوا النقد. ليه نقبلوا بصدر رحب. مرحبا بيك. عملت مراسلة قالوا لي ديجا. نعم. عملت مراسلة قالوا لي معناه الأمور خذيت منحة قانوني. يا رسول الله. مرحبا جعفور خليت بلاصتك خويا شنو هي الأمور؟ سي بون عند مستمع ما نجموش نغطيو الصوت جعفور. أنا نحاول نتخيل لي زوديتور بالصوت نتاعهم. لوديتور هذا نتخيلوا شعره شاتان طويل ويعمل هكاك متر و85 هكا خويا بالله سامحني بديت نقرب شويه. بالضبط خويا ربي يفضلك. كيفاش بالصوت راني عندي خبره في الاصوات. مرحبا بك سيد المستمع. مرحبا جعفر ربي يفضلك. الاخت زينب موجوده؟ موجوده اكيد جدا. بارك الله عليها. سي تري جونتي سيد المستمع يعيشك. شيف بارك الله عليك. طبعا يا سيدي تدليت بارك الله عليك. هاي طبعا تدليت بارك الله عليك. سي ايهاب بارك الله عليك. سي قدور المخرج. قدور قدور اي سي بارك الله عليك. اما للاسف بلي عنا سيد مخرج رقمي وكش تذكر فيه سيد المستمع راهو عبر عن امتعاضه تو سكر علينا مش قاعدين ظاهرين. حسين حسين بي حسين من الوردانيين. حبيت نقول لكم سامحوني اليوم. لطف عليك. كنت بدي اني نجي ولكن عندي ولدي معناتها تعرض يعني تكسرت. بسم الله باللطف عليه قدومه ان شاء الله لاباس يا جعفور ان شاء الله لاباس. ان شاء الله باللطف عليه. هذاك علاش مسكين عملنا له جبيرة. لطف عليك. ان شاء الله ربي يخليه ان شاء الله ربي يحفظ وليد الكل وان شاء الله ذاك حد لاباس. ان شاء الله ذاك حد لاباس. اخويا أراكم توفيوا وتكفيوا والله والله. فضلك جعفور والحمد لله على اللطف إن شاء الله لاباس. الحمد لله. الحمد لله على اللطف الحمد لله عليه. اسمعني بالله نحب نقول لكم جعفر بالله باش نقول فازا وأنت حاضر. أنا البارح جاي لا شونس إني باش نعمل نظرة صغيرة على يستحق اللي باش تتعدى. برجولية. هذايا. فما والله والله أنا البارح حضرت وريت سيربريز غير عادية. حلقة 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 غير عادية. بالحق جعفر قول ولا تحب تخليها مفاجأة؟ كي وليسة صغيرة جعفور. أنا معناتها الحلقة نتاع غدوة. غدوة باش نعيشوا مع عائلاتنا جرحى غزة قدمي ولا اللي عايشين بحذانا لهنا في بلادهم. غدوة باش نشوفوا جانب آخر زينب رذاب ورفع باش نشوفوا جانب آخر سيد المصري جانب آخر باش نشوفوا الجانب الإنساني باش نشوفوا نشوفوا التوانسه نشوفوا نماذج من التوانسه معظمه ومحلانا ومطي بقلوبنا والله 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 انا فخور اني ثم الساعه حاجه باش تتعدى معنا غدوه فهمتني لازم الناس يتفرجوا فيها لازم الناس يتفرجوا فيها اللي حكيت لي عليها من سيدي حسين اللي حكيت لك عليها من سيدي حسين اللي كل يوم تبين لي اني مازال خير في الدنيا واللي كونه الغناء معناتها نحكيو على الفلوس الغناء الثراء ثراء القلوب وثراء الطيبة وثراء الأخلاق وثراء القيم وثراء الكرم وثراء الأصل وثراء الواجب
راهو شديت لي راهو انا المراه هذه بالنسبه لي انا اعتقد هي اروع امراه التقيتها في برنامج يستحق اروع امراه بالحلقات اللي تعديه الكل وبالناس الكل اللي محليهم على الاخر الدروس خاصه هي اروع هي اروع اللي انا قلت لك معناتها امراه عظيمه برشا برشا شنو عملت المراه هذه شنو فيها استثناء جعفور الاستثناء انه المراه هذه رغم الظروف القاسيه جدا 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 فهمتوا اللي باش تشوفوا شنو هي عملت عملت حركه اعتقد ماهيش سهلة تعمل دونك الحلقه نتاع غدوه باش نشوفوا اخواتنا وعائلاتنا والبعض من امهاتنا اللي جاونا من غزه وهما جرحى لهنا كيفاش غدوة بتنقربوا اكثر 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 للوسط العيله خاطر كنت حاجه احنا نقولوا معناتها هما اساطير هما يقولوا لك لا احنا مانيش اساطير ما تركبوا الناس اساطير احنا بشر خاطر كي تركبها له اسطوره وكذا تقول عليه ما يستحقش انه يتعاون ولا يتحس به صحيح قول له لا ما زلتش تتحمل قال لك لا 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 احنا بشر ونخافوا كيفكم ونتفرجعوا كيفكم ونبكيوا كيفكم ونتألموا كيفكم ونتشقشبوا على وليداتنا كيفكم ونجريوا للسبيطار كيفكم بشر بشر كيفنا كيفكم غضب كيما قلت لك باش نكتشفوا الجانب هذا مش عشان اكثر قرب اكثر قرب خذينا زاويه اخرى اللي هي كيفاش تونس تنظر للغزه من خلال الاطفال جبنا اطفال سواء في الغناء جبنا اطفال سواء في الرقص وجبنا فتاه اعتقد انها نجم تكون بورت بارول اللي هي اسراء ما تعطيش دي ديتاي جعفر خاطر انا والله انا فهمته جعفر خاطر ملي الحلقه قاعده تتصور كل يوم خليني نقولها بتونسي إيه هتري باللي صار باللي شافوا وباللي باش يتفرجوا فيه الناس على خاطر هو يعرف زاده قداش الناس متشوقه التوانسه انه يعرف شنو هو اللي صاير مع الجرحى اللي جاوا لهنا في تونس باش تراو برشا 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 حاجات على اللي يحكي فيه جعفر فكرة كبيرة برشا. انا بدي نستنى في الحلقه على احر من الجبر نعم الحمد لله ان شاء الله ديما في مستوى الانتظارات نحب نشكر الكيب الكل نتاع برنامج يستحق تحقيق مجهود كبير برشا البارح رفع حضر على التصوير معناتها مجهود كبير برشا للتكنيسيان الصحفيات الكل فني وديما نذكر نخدموا من اجل دعوة شفاء زميلنا انور طبعا ربي يشفيه ويعافيه يا رب يا رب يلطف به ولا مزيد من الشفاء ان شاء الله يا رب العالمين. الحمد لله. عايشك جعفو نستنيك غدوه بحول الله. بحول الله. بحول الله. مره اخرى ان شاء الله لاباس قدومه. ان شاء الله هذاك حد لاباس وان شاء الله يا ربي هو كابتن كبير وسبورتيف تبارك الله عليه. دوك بحول الله ينجزها فيسا بحول الله. عايشك جعفو. عايشك جعفو. كلمنا المستمع الوفي. المستمع الوفي مولى البتيتا. سيري ضاء وعلق علينا في لونتين سيري ضاء. ان شاء الله لاباس جعفور اللي رجعنا غدوه.